مساء الخير يا جماعه طلبه الصف الثاني الاعدادي. حبايبنا، معكم مستر محمد من قلب الحدث. قلب الحدث يعني من الكلاس، مش من البيت ولا لايف. النهارده ان شاء الله تنورنا على في الحلقه المهمه جدا ديت. وقبل ما نخش في تفاصيل الحلقه، النهارده معانا السؤال اللي انتوا دايما بتطلبوني بيه، اللي هو سؤال المحادثه، سؤال الدايلوج. في البداية في سؤال الدايلوج هنشرح معانا طبعا مجموعة من الطلبة، واحد منهم هيتطلع ويطلع على السبورة وهيقول لنا إجابة السؤال ده إيه. ولكن في البداية ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك عشان يوصلك كل جديد، وأنا مبسوط جدا من الأعداد المشتركين عندي في مدة بسيطة جدا، زادت بطريقة عالية جدا. دي حاجة. الحاجة التانية يا جماعة، هناخد النهاردة كل واحد يحضر معانا كتاب ايه المعاصر، واللي مش معاه هنوضح له من تحتنا على السبورة كتاب المعاصر، ناخد منه سامبل تيست انفو. فانتظرونا بعد التوقف ان شاء الله هنعمل مع بعض، نحل مع بعض السؤال من على السبوره، ومعانا احد الطلبه هيحل لي السؤال على السبوره. جيراش از ماي فيفورت سيتي، جيراش هي مدينتي المفضله. حلمي هيسال سؤال اجابته ات از ان جوردان. ات از ان جوردان، ممكن بس تترجم بالعربي عشان معلش ترجم برضه بالعربي، انا معود الطلبه اي اكتب بالعربي معناها يعني ايه جوردن؟ ايه؟ لا دي بلد. بلد اسمها ايه؟ جوردن. الاردن. الاردن. اكتب الاردن. ايه ده؟ الاردن، تمام. يبقى جيراج دي اللي فوق اسم مدينه، تمام يا سيف؟ وجوردن دي اللي هي بلد اسمها الاردن، هي دوله عربيه على فكره. فانا هنا محتاج منك سؤال بس، هنكمل المحاضره الاخر وبكره نرجع للاجابه. سال سؤال ثاني قال له اتس مور ذان 2000 ييرز اولد، يعني اكتر من 2000 سنه. اكتر من 2000 سنه عمر المدينه دي، لان واضح ان اللي بيسال مش عارف ايه المدينه دي. تمام، نكمل المحادثه هناك نشوف بتقول ايه. معاك اهو. Are there amazing places هل يوجد اماكن مدهشه؟ بليغ قال له Do you want to know more about Jerash? هو هنا بس بعد اذنك عايز اجابه الاول، وبعد كده سال سؤال قال له هل انت عايز تعرف اكتر عن جيراش؟ قال له ايه؟ But how كيف؟ Great, I will surf the internet. انا سوف سيرف يعني يبحث يتصفح. اكتب ماشي معلش يتصفح. تمام، نرجع للموضوع من اوله بقى ونشوف معاك اللونين اللي معانا، اتفضل ونشوف الموضوع من اوله. المحادثه موجوده عندنا في كتاب معاصر صفحه 103 و103، اللي معاك كتاب المراجعه النهائيه المعاصر. بليغ is talking with حلمي about the city of جيراش. بليغ، جيراش is my favorite city. السؤال ايه يا Where is it? برافو يا سيف. يا جماعة، هو الحاجة اللي ممكن تستغربوها في الإجابة إن سيف لابس نظارة شمس، بس مش مهم عادي. عندنا يا جماعة في اسكندرية الدنيا بتبقى شمس في الشتاء وبرد في الصيف. الدنيا حر. It's in Jordan. برافو يا سيف. نقرب الصورة عشان الناس كلها متابعاك على اليوتيوب. تمام، Where is it? It's in Jordan. سؤال قال له It's more than 2000 years old. How old is it? برافو عليك، كم عمرها؟ How old is it؟ كم عمرها؟ جميل، برافو عليك. Are there amazing places؟ هل يوجد أماكن مدهشة فيها؟ Yes. Yes إيه؟ There are. برافو عليك، Yes there are. Okay. جماعة فريدة اللي بتكلمني على فكرة. مقصودي كل شوية طالعة الناس على اليوتيوب مش عارفين مين بيتكلم. ماشي ما علينا. Is there all? Do you want to know more than جيراش؟ هل تحب تعرف أكتر عن مدينة جيراش؟ شور. برافو عليك. بالتأكيد. شايفين يا جماعة مستوى الطلبة اللي عندي ممتاز إزاي؟ شور. الحرف التاني ده يا سيف معلش. يو ده ولا إيه؟ But how؟ بليغ كيف اعرف عن مدينه جيراش؟ بليغ هيقول له ايه؟ You can search on Facebook. You can surf the internet.
ان تبقى كده تمام. في كومنتاتكم يا جماعة تدوا لسيف على أدائه كام من 5 وتديله على إجابته كام من 5. حسنا تعليقاتكم على اليوتيوب ونشوف كل واحد ده البرفورمانس بتاعه الأداء بتاعه ودي الريزلت أو النتيجة. حسنا تعليقاتكم على اليوتيوب تكتبوا يجيب كام من 5 على أدائه وانتوا فهمتوا منه ازاي الديالوج دوت، وخمس درجات التانية على كلماته هل هو جاوب صح ولا لا. وانتظر تعليقاتكم. شكرا ليكم وتابعوني دايما واشوفكم على خير دايما. شكرا شكرا يا سيف. عايز تقول حاجه على اليوتيوب قبل ما في الفيديو؟ لا لسه معلش هي جاوب كان ايه؟ عشان معلش الكلام مش واضح. سيرف ذا انترنت.